السلام عليكم. اليوم أقدمكم شرح موقع الضغط على الإعلانات كاي أدز، موقع جديد، موقع بي تي سي طبعا، وموقع بديل لبرو بوكس. برو بوكس الذي أغلق منذ أشهر راح يكون بديل لبرو بوكس. هو موقع جميل وفيه عدد هائل من الإعلانات، في خصائص مميزة له. أولا، هذه هي واجهة الموقع، يعني طبعا كباقي المواقع يختلف في الواجهة. إعلانات فيها 4 إعلانات أساسية، هذه الإعلانات الأساسية ذات 0.01 دولار، يعني يوميا راح تلقاها. طبعا الإعلانات الأخرى، في إعلانات كثيرة طبعا، تقريبا في حوالي 20 إعلانات يوميا. بعد ذلك راح ننتقلوا للأبجريد والخصائص اللي تجدها في الأبجريد. مرتبة جولدن فيها 72 دولار مدة عام، فيها بدل الإعلانات الأساسية بدل 4 تجد 8، و40% نسبة الحظ في لعبة كي جريد معروف. بالنسبة للستوندار عنده 200 كأقصى حد الريفيرال، والجولدن 2000، و100 بالنسبة للريفيرال المباشرين، والجولدن 2000. طبعا الالتيميت أكثر منهم. 4 دولار هو الحد الأدنى للسحب. وبالنسبة للبنوك الإلكترونية اللي يتعامل معها، هو ما يتعاملش مع الباي بال، هو يتعامل مع النيتلر والبيزا والإيجو باي والبيرفكت موني، يعني بنوك إلكترونية مشهورة. وبالنسبة للكراء الريفيرال، يعني نفس الأسعار، إذا حبيت تكري ريفيرال نفس الأسعار، 0.6 دولار بالنسبة لثلاثة ريفيرال، 10 ريفيرال 20 ريفيرال ب10 دولار، يعني تقريبا نفس الأسعار المواقع الأخرى. هو موقع جديد ويعني راح يكون له مكانته بين المواقع الأخرى. إن شاء الله يعجبكم الشرح، وبالنسبة للتسجيل راح تلقى التسجيل في رابط في أسفل الفيديو. السلام عليكم.